خنيفيس ترماد، فيلم رهنت فيه سناء كروت على الفرجة السينمائية الممتعة في قالب يكرم التراث المغربي بجميع تفاصيله. حاولنا ما أمكن نخليو الناس تحلم، نمتعوهم، تنتمنى أنني نكون توفقت، تنتمنى أنه يعجب المشاهدين، يسترجعوا فيه ذاك الأجواء ديال زمان، المغرب ديال زمان، بالرياضات ديالو، بالأزياء ديالو، حتى بالكلام ديالو، لأن تنحاولوا ما أمكن نكرموا اللغة واللهجة المغربية. لذلك تنتمنى أننا نكون توفقنا في هذا الرهان هذا. وفيلم 100% ولا 120% للعائلة، يعني ينصح بمشاهدته 4 مرات، يعني لأنه ما كتشبعش، كتشوف وكتعاود تشوف، تقدر تجيب ومديور للناس من 0 سنة إلى 120 سنة. ولين جات ترحبت لك سو كانت ما غلبة أجمعت الآراء على أن خنيفيس ترماد فيلم موجه للعائلة المغربية ليعيدها إلى أجواء الحكاية ويغوص بها في ذاكرة التراث الشفوي المغربي بحكمته التي لا تخلو من الكوميديا. أما الحلقة حتى عندها تروس.